في خطوة لتحفيز المبدعين وتشجيع المواهب من أبناء الوطن، قام وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي بتكريم بندر الحكمي على تحسين البيئة والمظهر الحضاري، حيث قام بندر بتحويل فناء منزله إلى أحواض زراعية من خلال إعادة تدوير إطارات السيارات التي يجمعها من محل إصلاح الإطارات بشكل يومي للحفاظ عليها والاستفادة أيضا من المخلفات وتحويلها إلى أعمال فنية وجمالية خلال فترة منع التجول بسبب جائحة كورونا. وعن هذا الموضوع ينضم معنا مراسل الإخبارية أسامة العبيدي. أسامة من مكة المكرمة، أسامة مرحبا فيك، يعطيك العافية، عطنا تفاصيل أكثر عن موضوع إعادة تدوير الإطارات من بندر الحكم. نعم، مساء الخير عليك فيصل، ومساء الخير على السادة المشاهدين. نتواجد الآن في منزل الأستاذ بندر حكمي وهو معلم، طبعا استفاد من فترة الحجر المنزلي في العمل على إعادة تدوير بعض المواد والتي تعتبر مواد صديقة للبيئة واستغلال هذه الفترة بهذه الأعمال. كما نشاهد ونحن نتواجد في هذا الفناء، كما تشاهدون هذا هو الفناء الخاص بالأستاذ بندر حكمي الذي حوله إلى إعادة تدوير إلى أحواض زراعية بمواد صديقة للبيئة. كما نشاهد بعض الإطارات السيارات مزروعة فيها أحد النباتات، وأيضا علب الموية أيضا استخدمها الأستاذ بندر حكمي وأعاد تدويرها ليزرع فيها بعض النباتات. كما نشاهد هذا الجدار بالكامل معاد تدويره بمواد أيضا صديقة للبيئة. تفاصيل أكثر راح نعرفها مع الأستاذ بندر حول هذا الموضوع. أستاذ بندر تفضل معنا. أول شيء يسعد مساءك أستاذ بندر، إعادة تدوير المواد صديقة للبيئة من الأعمال الجميلة، نبغى بدايتك في هذا المجال. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب فيك يا أستاذ أسامة وبالشباب، ورحب بالأخوان في الاستوديو الأستاذ فيصل والمشاهدين والمشاهدات. بدأت فكرتي هذه طبعا في فترة زي ما تفضلت في بداية أو في فترة الحجر المنزلي، تعرف الفراغ ممل بعض الأحيان، فحاولت أني أشتغل على حديقة منزلي. بدأت أخذ الكفرات هذه، بدأت بكفر واحد اشتغلت عليه، عجبتني الفكرة. في وقت السماح للخروج تمر على محلات الإطارات وأجمع من عندهم الإطارات هذه وأحاول أشكلها، أستخدم فيها طبعا عدة معدات مثلا زي السكين عشان أشكل به الكفرات، أخذ اللهم صل محمد القاطع الآلي زي المنش اللي هو الصاروخ. إيه نعم، هذه الورشة تبعي اللي فيها العدة البسيطة اللي أستخدمها باستمرار في تشكيل هذه الكفرات. في صعوبات واجهتك أستاذ بندر؟ في البداية الصعوبات واجهتني من محلات الإطارات، أنطر أنه أنا لازم أشرح الفكرة بالكامل، أوريهم الصور مثلا في الجوال الشغلة، لأنه بحكم الأنظمة يمنع الاستفادة منها أو بيعها أو إلى آخره، فأنطر أن أنا أشرح هذه الفكرة لهم عن طريق صور الجوال حتى يسمح لي أن أخذ هذه الكفرات، طبعا أخذها مجانا بدون أي رسوم إضافية. طيب تكريمك من قبل أمانة العاصمة ماذا يعني للأستاذ بندر؟ التكريم صراحة يا أستاذ أسامة، نحن في وطن معطاء، في وطن يقدر هذه المواهب، فهذا التقدير انعكس على المسؤولين، فلولا وجود هذا المسؤول الأمين، لولا وجود الإعلام اليقظ، ما كان خرجت هذه المواهب وشافت النور. فكل الشكر للأمانة من وقت اتصالهم إلى وقت تكريمهم، صراحة جدا سعيد بهذا التكريم. طيب بسألك عن الأحواض الزراعية هذه، النباتات اللي موجودة هنا كم عددها، ولو تذكر لنا بعض هذه النباتات المزروعة هنا في الفناء. طبعا أول شيء بالنسبة لهذه القوارير حقت الموية تقريبا عددها 60 قارور حاليا، كانت أكثر من كذا لأن أحاول استنبت فيها بعض النباتات إذا بدأت في الظهور أحاول أنقلها بعد كذا للإطارات أو للمراكن المعمولة بالإطارات. بالنسبة للمسميات في عندنا زارع مثلا الجرجير، الحبق، الفل، في عند اللهم صل بعض أنواع النباتات، عفوا الورود،
كلها يعني يمكن تقريبا عندي ما يقارب 15 نوع حاليا في الحديقة هذه. يعطيك العافية أستاذ بندر، شكرا لك. العفو، بارك الله فيك، وأكرر شكري لكم ويعطيكم العافية، وشكرا للقناة الإخبارية على إتاحة هذه الفرصة. نعم فيصل، الأستاذ بندر هو معلم تربية فنية، واستغل فترة منع التجول بتحويل الفناء المنزل إلى كما تبدو فيها الصورة، وإعادة التدوير لهذه المواد الصديقة للبيئة هي من أجمل الأعمال، وربما إطارات السيارات قد تكون من أكثر الأشياء المستهلكة والتي يتم استهلاكها هنا في المملكة العربية السعودية سنويا، وإتلافها إذا تم استهلاكها. نعم فيصل. شكرا لك أسامة العبيدي من مكة المكرمة.